الفكرة نشأت خلال أزمة فيروس كوفيد 19، بالتحديد أثناء حظر التجول. بدأت بعمل دراسة للمشروع، أمتلك معلومات بسيطة عن الزراعة المائية أثناء دراستي في إيرلندا. الحمد لله نجحت في إنشاء محمية زراعية فوق سطح المنزل، وتم إنتاج أنواع من الخضار والورقيات. الهدف من الزراعة المائية، الزراعة المائية توفر تقريباً 90% من استهلاك المياه في ري المحاصيل. من المواقف الطريفة، تمت إصابة نبات الفلفل بحشرة المن، وكان أمامي خيارين. أنه استخدام المبيدات الحشرية ما نحب استخدم أي مبيد، والخيار الثاني مكافحة حشرة المن بحشرة الدعسوقة المتعارف عليها باسم أم علي. فكانت الصعوبة في إيجاد الحشرة، فاضطريت أني أنزل إعلان على حسابي في إنستغرام للبحث عن هذه الحشرة. فنزلت الإعلان مع صورة الأم علي، فوجدت ردود طريفة. فالأغلب أنه مستغرب أنه بحثي عن هذه الحشرة. وبعد بحث مكثف الحمد لله توفقت ووجدت الحشرة، وتم القضاء على حشرة المن باستخدام حشرة الأم علي. أنصح كل شاب أو شابة يمتلك فكرة مشروع أن يمضي قدما بتنفيذ الفكرة. حفظ الله وقادتنا وبلادنا من كل سوء، ودمتم سالمين.